السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الثالث إعدادي، أرحب بكم في هذا الفيديو، أرحب بكم في قناتكم جوكم ليك تي في. سنقدم لكم من خلال هذا الفيديو النشاط الأول خاص بالإبراز البولي. المقطع المهم جدا هو البول ووسائل بيولوجية غني بالفضلات. إذن في هذا النشاط الأول سوف نقوم بالبحث عن بعض مكونات البول، recherche de quelques constitutions d'urine. كما تبين لكم في الوثيقة، إذن هناك مختبر نقوم بكشف عن بعض المكونات الرئيسية لهذا السائل البيولوجي. إذن document 1 mise en évidence de deux constituants permanents de l'urine, c'est l'urée et les chlorures. Chlorure. L'oxanthédrol est un réactif spécifique de l'urée. L'oxanthédrol est un réactif spécifique de l'urée. Quelques gouttes d'une solution d'oxanthédrol versées dans un échantillon d'urine provoquent un précipité caractéristique. Et dans le spécialité, الكاشف رياكتيف سبيسيفيك ديال الكاشف تيبرز لينا المكون الرئيسي للبول هو البولة، نسمي بالفرنسية لوغي لوغي. الو بالنسبة ل بي، الوثيقة الأولى تنقسم إلى التجربة الأولى تكشف لنا المكون الرئيسي ديال البول هو البولة لوغي. وفي الوثيقة أو في التجربة الثانية بي تتكشف لنا على الكلورور. Quand on verse quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent dans de l'urine, il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent qui est noirci à la lumière. إذن كونوا متيقنين، كونوا متأكدين ومتيقنين أن لي دو كونستيسيون بيرمانون دو لورين هي البولة لوغي و الكلورور لي كلورور. بالنسبة للوثيقة الثانية مهمة جدا، لأن هناك عناصر ممنوعة تماما في البول، هما السكر الجلوكوز وكذلك البروتين يسمى بالألبومين، هذو ممنوعين يكونوا في البول. إذا كان هناك وجود ديال الجلوكوز ولا ديال الألبومين في البول، إذا هناك مرض أو ظهور أعراض مرض. إذا المختبر يعتمد على هاد تسمى بالفرنسية بوندولات، أون بخولونجين بوندولات تيست دون أن إشيتيون ديرين. On compare la couleur qui apparaît avec les couleurs de référence qui figurent sur la boîte du bandolette test. Les couleurs correspondent à des concentrations croissantes en albumine et en glucose. Il est long الذي يشير إلى وجود الجلوكوز أو وجود البروتين ألبومين. إذا للأسف الشديد الشخص مصاب يا إما بداء سكري أو شي مرض ما. المهم ممنوع أن يكون هناك في البول مادة السكر جلوكوز وكذلك مادة البروتين ألبومين.
إذا للكشف عن وجود الجلوكوز مثلا في البول أو الألبوم، نحتاج إلى بوندولير تيستس.